مبادرة طارق مزيد هي مبادرة أسسها مجموعة من الشباب المغاربة اللي فتحوا مرصد سياسي من أجل دراسة مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية. الآن تم غلق هذا المرصد، وعندما كنقدم لكم أهم المعلومات حول الأحزاب السياسية المغربية اللي درسنا. اختارنا 8 الأحزاب اللي عندها أكثر من 10 ممثلين في الغرفة البرلمانية الأولى، وبذلك كتمثل 24% من البرلمان المغربي. في هذا الشريط نقدم لكم حزب التقدم والاشتراكية اللي الرمز ديالو هو الكتاب. تم تأسيس هذا الحزب سنة 1974 على أيدي عليته، والأمين العام الحالي ديالو هو محمد نبيل بن عبد الله، 52 سنة، وهو أمين عام منذ سنة 2010. هذا الحزب كيقدم لرأسه كحزب اشتراكي، عنده 40,000 منخرط، ومعدل السنوي بالنسبة للمكتب السياسي هو 53.9 سنوات. الشبيبة الاشتراكية هي كما الرئيس ديالها هو إدريس الرضواني، 39 سنة. هذا الحزب دخل الحكومة من 1998 إلى سنة 2011. لو بغينا نذكروا بعض التواريخ المهمة، هو 1952 تم منع الحزب الذي كان أصلا شيوعيا، 1968 تم نشأة حزب التحرير والاشتراكية ومنعه سنة بعد ذلك، 1974 نشأة حزب التقدم والاشتراكية، 1992 تم الدخول إلى الحكومة. هذا الحزب كتوفر على 16 ممثل في الغرفة البرلمانية الأولى، 17 ممثل في الغرفة البرلمانية الأولى بين سنة 2007 و 2011، ذلك كجعله في المرتبة السابعة بنسبة 5.2%. بعد الجرائد اللي كتوفر على هذا الحزب هي جريدة بيان اليوم وجريدة الفرنسية البيان، الموقع الإلكتروني ديالو www.pps.ma اللي هو موقع عصري متنوع مع عدة روابط يوتيوب، فليكر، فيسبوك وتويتر. شخصية المهمة في هذا الحزب هو نبيل بن عبد الله، 52 سنة، هو الأمين العام. محمد قرين، 58 سنة، عضو في المكتب السياسي. عبد اللطيف وامي، 65 سنة، عضو في المكتب السياسي. أمين سبيحي، 56 سنة، عضو في المكتب السياسي كذلك. ويوسف بلال، 36 سنة، هو عضو في المكتب السياسي. الآن نتكلم عن الحكامة الداخلية للحزب. تاريخ وإيديولوجية الحزب. حزب هو شيوعي أساسا، وله تاريخ اشتراكي ومرتبط بالقيم العالمية. الحكامة الداخلية للحزب يقوم بانتخاب مباشر وسري، كيتوفر إجراءات ديمقراطية مستعدة للتطبيق، وكيتميز بتواصل فعال. حياة الحزب السياسية كتميز تغطية 25% من الطرق الوطني، ممارسة تفكير استراتيجي وتواصل احترافي وعصري. أجهزة الامتحان الذاتي والتكيف، كيقوم بإصدار حصيلة سنوية، كتميز بشفافية ونظام وتكيف مع المعطيات الجديدة. فرق الحزب في المكتب السياسي، هو كيتوفر على 4 أساتذة، 10 جامعيين، 6 مقاولين و 4 أطر، 16 من مدينة الرباط و 11 من مدينة الدار البيضاء، 4 شباب أقل من 40 سنة و 5 نساء. شكرا على تتبعكم هذا الشريط، وكندعوكم انكم تشوفوا بقيه الشرائط ديالنا على بقيه الاحزاب السياسيه المغربيه.